اختفت مسكينة، جاء هذاك مرض الزهايمر يلا بدا فيها، واختفت مدة دابا ديال من 2013 فاش اختفت. وخرجنا كنقلبوا من هذاك الوقت، هذاك كنمشيو لطنجة، كنمشيو للمحمدية، كنمشيو للرباط، مشينا لواحد الخيريات كاينين في القنيطرة، وحدة سميتها الدار الكبيرة، مشى الأخ ديالي مسكين من ورا الوالدة ديالي، توفى ليا الأخ ديالي، وتوفى ليا واحد الولد ديالي عنده 17 عام وشي 6 شهور. من تما لحد الساعة حنايا كنخرجوا فين ما قالوا لينا كاينه في شي مدينة كنمشيو، قالوا لينا اليوسفية كنمشيو، قالوا لينا لشي بلاصة كنمشيو، ولحد الساعة حنا مساكن باقين مضرورين في هاد الميمة هادي. بغينا مسكينة إلا كاينة بالحياة بغينا نشوفوها، إلا كانت بالممات الله يرحمها مسكينة نسمعوا عليها، بغينا نعرفوا الحقيقة ديالها. درنا الديكلاراسيونات، وصلنا مع واحد السيدة حيت هي اللي كانت السبب ديالها في الاختفاء ديالها، وصلنا معها حتى المحكمة ديال المحمدية، وكتقول باللي الوكيل باللي راه خرجات لي أنا، جبتها بالفعل وخرجات لي هاد السيدة هادي. وانا بغيت نعرف هاد الوالدة ديالي مسكينة الا باقا بالحيث، الا باقا بالحياة نشوفوها، الا هي ماتت نسمعوا عليها شي خبر. وهاد الأمة دي راه عزيزة علينا، وراه نتوما عارفين الوالدين راه ما كاينش شي واحد اللي عز من الوالدين سوى الله سبحانه وتعالى. توحش الوالدة ديالها بزاف وولدي، وغادي نموت بالوحش ديالها، لان راه الأمة هذيك هي الشجرة اللي مضلة علينا في هاد الحياة هادي، وما كاينش شي واحد ما عز من الوالدين راه ما كاينش.